جاء رجل اسمه هزال الأسلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رفع إليه أمر ماعز الذي زنى، فقال صلى الله عليه وسلم لهزال: لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به. هناك جيش للفضيحة في وسائل التواصل الاجتماعي يعشق نشر الفاحشة، يعشق شيء اسمه فضيحة كشفناها. صدقوني، المجتمع حين يفتقد إلى قيمة الستر فعليه السلام.